يستعد المصريون يوم الثلاثاء الموافق 11 من أغسطس 2020 لخوض تجربة ديمقراطية جديدة، وهي انتخابات مجلس الشيوخ. إجراءات بسيطة يتبعها الناخب من أجل الإدلاء بصوته بسهولة ويسر. تبدأ بزيارة موقع اللجنة العليا للانتخابات وإدخال الرقم القومي للاستعلام عن مقر اللجنة الانتخابية، وبمجرد الوصول سيتسلم الناخب كمامة طبية ومطهر وقلم للإدلاء بصوته، مع ضرورة مراعاة إجراءات التباعد الاجتماعي. حدث ديمقراطي جديد ينتظره المصريون لممارسة حقهم الدستوري في المشاركة في الحياة السياسية ورسم مستقبل وطنهم بأيديهم. شارك قول رأيك.